استاذ محمد، يعني بعد فتح الباب لاستيراد الابقار والاغنام، الى اي مدى تعد هذه النقطه عاملا باستقرار الاسواق، خصوصا مع ارتفاع اسعار اللحوم بشكل واضح في الفتره الاخيره؟ حياكم الله، اهلا وسهلا. تعرف اسباب ارتفاع اللحوم يمكن تحدثنا عنها يوم امس ايضا، نعم، في القناه العراقيه في النشره الرئيسيه وايضا برنامج رأي الاغلبيه. أسباب ارتفاع اللحوم نتيجة لحالة الطلب المتزايد عليها في السوق المحلية. اليوم المستهلك العراقي وذائقته باتجاه اللحوم المحلية، تحديدا لحوم الأغنام، وأيضا المناسبات الكثيرة في على مدار السنة بالشكل اللي تستنزف كميات مهولة وبالتالي صعب تعويض له، ونتيجة لهذا يحدث يعني أو حدث تناقص كبير في أعداد الثروة الحيوانية تحديدا الأغنام. أيضا حالات الجفاف، مساحات كبيرة من الأهوار واللي أدت إلى نفوق أكثر من 7000 رأس من حيوان الجاموس، وهذه أيضا سبب آخر أدى لارتفاع أسعار اللحوم الحمراء. قرارات هيئة الرعي التي تفاعل معها ودفع باتجاه اتخاذها السيد وزير الزراعة تناغما مع حادث السوق المحلية وضمانة لعودة الأسعار إلى سابق مستوياتها، كان الجديد فيها أنه احنا فتحنا باب الاستيراد أمام من عدة مناشئ على أن تكون رصينة واشتراطات صحية معقدة من مختلف المناشئ، السماح باستيراد اللحوم الحية، الحيوانات الحية من الأبقار والأغنام لأغراض الذبح ولأغراض التربية، وهذا اللي حدث لأول مرة، لتعزيز الكمية الأعداد الموجودة وتعويض النقص الحاصل فيها. قد الأعداد المتوقعة أستاذ محمد راح تدخل؟ يعني تدري القطاع الخاص هو اللي يتكفل بهذه الأمور، وزارة الزراعة تسهل، وزارة الزراعة تيسر، وزارة الزراعة تمنح الإجازات في التعاون مع وزارة التجارة إجراءات كثيرة، لكن هنالك أيضا قرارات صوت عليها في نفس الجلسة باتجاه تبسيط وتسريع إجراءات عمل المستوردين لضمان مع الاهتمام بالجانب الصحي والرقابي أستاذ محمد، لأنه الناس تعرف صار عندها رد فعل تقول شلون راح نتأكد من سلامة هذه الأبقار والأغنام. يعني هذا في مقدمة الاشتراطات، وأنا هم يعني أضيف حتى تكون رسالة طمأن للشعب العراقي، لأنه حتى ما موجود حاليا من لحوم مستوردة إن كانت أبقار أو أغنام هي من مناشئ رصينة واستنفذت فيها كافة الطرق والشرائط الخاصة بالضوابط الصحية البيطرية العراقية، من خلوها من أي أمراض وبائية، من صلاحية الاستهلاك البشري، ذائقتها، جودتها، كل هذه الأمور أخذت بنظر الاعتبار حتى يتم السماح باستيراد هذه اللحوم. يعني أنت تعرف موجودة بكميات وبأسعار معتدلة لحم الغنم المستورد المجمد 9000 دينار أو 10000 دينار بهذه الحدود، لحم البقر المجمد 5000 أو 6000 دينار، وبالتالي أسعارها معتدلة، وهذا راح ينطبق على الأبقار والأغنام اللي راح تدخل في موضوع الفحص. حسب تعرف أنت، حسب العرض والطلب. لا ما أقصد الأسعار، أقصد في موضوع الفحص. طبعا هذا واحد من ضمن الاشتراطات الثابتة، والتي يعني المشكلة حتى نعرف، حتى المواطن هم يعرف، منع أي حالة لمرض وبائي لسبب دخول حيوان من خارج العراق، نعم، مو فقط الحيوانات، حتى فيما يتعلق بالأشجار أو أشجار النخيل أو غيرها، اشتراطات معقدة لضمان خلوها من أي مرض وبائي وبالتالي يسبب لنا. واضح أستاذ محمد، أنا أشكر جنابك جزيل الشكر، وإن شاء الله يكون إن يعني مع حضرتك وقفة ثانية واستضافة ثانية بعد وصول هذه الأبقار والأغنام، اللي إن شاء الله يكون لها تأثير إيجابي على انخفاض أسعار اللحوم في الأسواق العراقية. الأستاذ محمد الخزاعي المتحدث باسم وزارة الزراعة، شكرا جزيلا لوجودك في اليوم السابع.